بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسم سعادة مدير الجامعة السعودية الإلكترونية ومنسوبيها الكرام، نرحب بضيف الجامعة معالي الدكتور علي بن إبراهيم النملة، وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق، وسعادة ومعاليه من رجالات هذه الدولة ومن رموز هذا الوطن المعطاء، معاليه أستاذ الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية، وله جهود وإنجازات مشهودة ومشكورة في العمل الخيري والتطوعي داخل المملكة وخارجها. معالي الدكتور له جملة من المؤلفات والمشاركات الإعلامية، وهو خلف عدد من المبادرات الحكومية في هذا الحقل، ومن تلك المبادرات المعروفة الصندوق الخيري الاجتماعي. تأتي هذه المحاضرة بعنوان ثقافة العمل التطوعي في ضوء رؤية المملكة 2030 ضمن برامج الجامعة، والتي يتم إعدادها بتوجيه مباشر من سعادة مدير الجامعة في ضوء تطلعات القيادة الرشيدة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وتوجيهات وزير التعليم. ندعو معالي الضيف إلى إلقاء هذه المحاضرة مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة أخي الفاضل الدكتور إبراهيم المعيقل، أيها الأخوة الوكلاء، أيها الأخوة الطلاب الزملاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدي سعادتي بدعوتي للحديث معكم حول موضوع أنا أعتبره حيويا ومهما وله أبعاده المختلفة، ولذلك أنا عنونت هذا اللقاء المبارك بعودة إلى مفهوم التطوع بين الحقوق والواجبات، بطبعا لمس إن شاء الله لما ظهرت فيه رؤية المملكة 1452 هجري 2030 ميلادي. أنا أريد بس فقط بشيء من عدم الرسمية وعدم اللقاء المباشر أن نعود للوراء إلى المفهوم نفسه، مفهوم التطوع وارتباط هذا التطوع بالشخص الإنسان الفرد. أول ما يذكر مصطلح أو كلمة التطوع يتبادر الذهن إلى أنه شخص يعمل في مكان، في منشأة، في جمعية، في أي مكان، ثم لا يلقى عليه مقابلا، تمام، ويقول تطوعت. ومن ثم فقد يكون هذا المفهوم البسيط السريع يعني غير قابل للانضباط، غير قابل للضبط، غير منضبط، لأنه ربما يعتمد أحيانا على المزاجية، أنه أتطوع في يوم ثم يعني اليوم الثاني قد لا أتطوع، اليوم الثالث قد لا أتطوع. لكن نحن نتحدث عن الجانب التعريفي في أنه هذا التطوع، هذا الأداء من الفرد الذي تتكون منه المجموعة، هو تقديم نفع مادي أو معنوي، ها يقدمه هذا الشخص أحيانا لنفسه قبل أن يقدمه لغيره، يتطوع لنفسه قبل أن يتطوع لغيره، وسيأتي إن شاء الله حول هذا الكلام. لكن دون أن يأخذ مقابلا، أنا ذكرت أنه قبل شوي مقابلا، أنا سأصف هذا المقابل بأنه دون أن يأخذ مقابلا ماديا بالقياس بموظف الحكومة أو موظف الشركة أو أي موظف، يأخذ مقابل مادي. يعني هذا المقابل المادي قد يكون أسبوعيا عند بعض الدول، وقد يكون شهريا وإلى آخره، بالإضافة إلى الحوافز وبالإضافة إلى آخره. لكن يقولون إنه لا ينال مقابلا ماديا، لكن في مقابل، وهذه أهم ما عندي في أيضا البدء في عودة إلى مفهوم التطوع، في مقابل.
لأنه إخواني أحبابي ليس هناك عمل دون مقابل في الحياة، ليس هناك عمل دون مقابل. أبو حامد الغزالي أو الغزالي وهو اللفظ الصحيح في كتاب له اسمه إحياء علوم الدين، له يعني شيء إبداعي فيما يتعلق باحتياجات الإنسان، الاحتياجات الإنسانية الفردية والجماعية. أنا أتكلم عن الفردية، تبدأ بالاحتياجات الضرورية الأكل والشرب وكذا وتنتهي بتحقيق الذات. طبعا جاء أبراهام مازلو وأيضا جسد هذا المفهوم بشكل هرمي، بدأ الهرم بالاحتياجات الفيزيولوجية الدائمة اللي هي الشرب والأكل وإلى آخره، وأنهاها بتحقيق الذات. فالتطوع في القمة في تحقيق الذات، نبي ناكل إن شاء الله ونبي نشرب ونبي نتوظف ونبي كذا، لكنه تحقق ذاتك في مجموعة من العوامل من ضمنها أنك تقدم للآخرين، وكما قلت تقدم أيضا لنفسك، ففيه مقابل. أقل هذا المقابل لأنك أنك تشعر بالرضا عندما تقوم بخدمة حتى لنفسك، حتى لنفسك. يعني سأضرب أمثلة إن شاء الله، لكنها بعد ما نأتي إلى يعني ربط هذا التطوع بالثقافة، تمام؟ المقابل أحيانا قد يكون الثناء من الآخرين، قد يكون خطاب شكر، قد يكون يعني هدية، وقد يكون مقابلا ماديا لكنه ليس بمفهومنا نحن الراتب، هو ليس راتبا لكنه مكافأة، قد تكون شهرية قد تكون إلى آخره. أريد أن أعرج سريعا على أئمة المساجد. أئمة المساجد عندنا في المملكة العربية السعودية، وهذا من فضل الله، ليس لهم رواتب، ليسوا موظفين الوظيفة إمام مسجد، لا ما في. هو تلقوا مدرس معلم أو موظف أو قاضي أو يعني رجل مرتبط بعمل رسمي ويتقاضى عليه راتبا، لكن ما يتقاضاه في إمامة المسجد يسمى مكافأة، وهذه مكافأة تسمى مقطوعة، ليس لها علاوات ولا تدخل في التقاعد ولا تدخل في أي شيء، هي مكافأة، مكافأة من ولي الأمر. ولذلك عمله هو عمل تطوعي. طبعا يعني بعض الإخوة يمكن يقول لا عادلة هذه، يعني حاطين له بيت جنب المسجد وحاطين له إلى آخره، لا نعم هذه من المحفزات، من المحفزات، لكنه هو في عمله هذا متطوع. ولذلك تجد أن اجتهاده في أداء هذه المهمة وليست الوظيفة تجد أنه يفوق الموظف العادي، وأسف أقول هذا الكلام، فهو يحقق لذاته. طبعا فيه في العمل التطوعي وفي أي عمل، دكتور خالد أعطاني نص ساعة وطلبت منه يزود علي، فأصبروا علي، ها أنا جاي إن شاء الله لأني نملة وأمشي على هوني، لكن بس أصبروا علي. أي عمل أحبابي أخواتي، أي عمل، أي عمل لابد أن يتسم بعنصرين مهمين جدا جدا جدا، الإخلاص والصواب. إخلاص دون صواب عمل فاشل، صواب دون إخلاص عمل فاشل حتى لو كان صوابا، تمام؟ والصواب عندنا هو نسميه المتابعة في أعمالنا. متابعة من؟ متابعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن ثم إذا ما عنده الإنسان إخلاص حتى لو كان عنده صواب، عمله يعني لا يراد به وجه الله، تمام؟ وإذا كان عنده إخلاص، وهذا كثير من المتحمسين مخلص ما شاء الله تبارك الله، لكن ما عنده صواب، ليس عنده صواب، يتخبط. وهذا ينعكس أيضا على أحيانا على موضوعنا، أنه يجينا أشخاص من الذكور والإناث فيهم إخلاص للعمل التطوعي، لكن أداءهم أداء غير صواب. وبالتالي هذان العاملان مهمان جدا في مسألة العمل التطوعي. في الرؤية 2030 يعني لابد أن نعرج عليها بين وقت وآخر،
رؤية 2030 خرجت من الحكومة، والحكومة سيادة، هي التي تسود البلد. لا يصلح القوم فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. إذا الجهل هم الذي سادوا البلاد راحت البلاد، أي بلاد. ومن ثم فالبعد السيادي يحتم على الحكومة أنها تضبط العمل التطوعي، تمام؟ كأي عمل اجتماعي، والعمل التطوعي جزء من العمل الاجتماعي المتمثل أحياناً في الجمعيات الخيرية، جمعيات القطاع الثالث، الجمعيات التعاونية، هذه التي تكمل أداء الحكومة فيما تقوم به. فبالتالي الحكومة هي المنظم، هي المتابع، هي المراقب للعمل. يقتضي هذا أن الحكومة توجد نظام أو تنظيم، أو عند بعض البلدان يسمونه قانون للتطوع. الدكتور إبراهيم يقول يعني أنا بعمل تطوع، تجي تسوي لي نظام وتقيدني بالأنظمة وتجعل لي هالضوابط، إذا بلاش التطوع، كثر خيرك. إذا كان هذا هو مفهومك عن التطوع وعن التنظيم وعن النظام، كثر خيرك، الله يرحم والديك، اجلس في بيتكم وريحنا وارتحنت. لأنه أي بلد في العالم يا إخوتي يا أخواتي لابد أن يكون له سيادة في محيط البلد، ليضبط التجاوزات التي قد تحصل حتى في العمل الخيري، حتى في العمل التطوعي. لأن هناك عناصر أحياناً تأتي وتدخل ضمن هذا الإطار أو هذا المنهج ونياتها نيات سيئة. وكم مرة في العالم أتكلم أسيء إلى عمل خيري، تمام، ويراد منه عمل شر. لو سمعتم عن المفهوم، أجي أرجع له إن شاء الله. لكن جهة، جمعية، جماعة اجتمعت وأظهرت العمل الخيري، الماسونية، وقليل من يتحدث عن الماسونية وعملهم خيري، لكن عندهم تنظيمات شر للإنسان يا إخواني يا أخواتي، لأنفسهم وهم من بني الإنسان. لأن الحق والباطل في صراع، فهم مع الباطل. الشيطان تعهد، حلف، أقسم بعزة الله، الشيطان بعزة الله، ليغينهم أجمعين إلا المخلصين، عبادك المخلصين. فمن ثم هناك أعوان للشيطان. هذا يقتضي أن الدولة، أي دولة، تضع الغطاء القانوني، الغطاء النظامي، حتى تضمن عدم دخول عناصر فاسدة في توجه طيب وممتاز. طبعا التطوع أيضا قد يكون بالرأي، قد يكون بالفكر، قد يكون بأي مجال. يعني أرجو أن نخرج مفهوم التطوع عن العمل الجهد البدني الذي يحصل أحياناً أيام الكوارث، أيام الزلازل، نسأل الله السلامة، أيام يعني النوازل كما يسمى أحياناً. هذا عمل فعلاً جيد وممتاز، لكنه لا يقتصر على، أو المفهوم التطوع لا يقتصر عليه. لما أناس يتبرعون وهم أهل علم وخبرة ويقدمون آراءهم تطوعا فهم متطوعون، تمام، أيضا أحيانا مشورة، أحيانا إلى آخره. فبالتالي يعني القائد يقدم آراء واستشارات وإلى آخره، دون أن يكون له أيضا مكتب استشاري وتهات مقاولات ومدرشي عقود إلى آخره. هذا أمر مشروع، لكنه لا يريد وجه الله سبحانه وتعالى في هذا وخدمة المجتمع. أنا عاد الحين بمشي شوي شوي كما قلت لكم، لأنه حتى التطوع الذي يفهم أنه في الأعمال الخيرية هذا جزء من التطوع. أنا أتكلم عن عودة إلى مفهوم التطوع، عنوان حديثنا هذا اليوم. أتحدث عن
مفهوم التطوع، فالتطوع لا يقتصر على الجمعيات الخيرية أو لا يقتصر على العمل الذي سمي مجاني دون مقابل، وهو ليس مجانيا ولا دون مقابل، كل شيء له مقابل. الموظف في وظيفته يتطوع، وهو يتسلم في نهاية الشهر كما ذكرت مبلغ من المال مرتبا معروفا يخضع لاعتبارات مالية، لكنه يتطوع. متى يتطوع؟ إذا عمل أكثر مما يطلب منه، فالأكثر هذه تطوع من عنده، إذا غطى على زميله تطوع من عنده، إذا قام بمبادرات وقدمها للإدارة تطوع من عنده. لأنه بعض الموظفين تجد عنده قدر من الإحباط، عنده رغبة في تقديم مبادرات لكنه محبط، المهم آخر الشهر 27 من الشهر ينزل الرواتب ونقعد نشوف هو نزل ولا نزل ومتى نزل وإلى آخره. هذه طبيعة البشر، لا عيب فيها، لكنه يتطوع في أن يقدم أكثر من ما عنده. التاجر عنده موظفون نفس الحكاية، يقدمون له أكثر مما يطلب أحيانا، لا سيما إذا كانت بيئة العمل بيئة صحية، بيئة محفزة، بيئة راقية، بيئة ما فيها جانب السيطرة، جانب التسلط. رجل أعمال يجي، أنا أتكلم عن معينين، لكن رجل أعمال يمكنه ما عنده قدر من العلم ولا الثقافة ولا الوعي، ويستخدم هؤلاء كأنهم سخرة مسخرين له، هذا سوف يحفرون له دون أن يعلم. لكن إذا كان رجلا متجاوبا وعنده مقاييس وعنده معاييره وعنده محفزاته وعنده صرامته فيخدمونه دائما تطوعا من عندهم. فالزيادة على العمل المذكور في الوصف الوظيفي للوظيفة الحكومية والأهلية الخاصة كما يسمى، الزيادة عليه يعد من التطوع إذا اتسم بالعاملين المهمين الإخلاص والصواب. طيب الآن كنت أتحدث عن هذا الموضوع في أيضا مجتمع يعني مبارك مثل هذا المجتمع، فقارنت التطوع بالصدقة، فقال أحدهم لا هذا ما هو بتطوع، إذا ما هو؟ قال صدقة. قلت الصدقة أليست من فائض المال؟ أليست تأتي بروح يعني سمحة؟ أليست تخرج من جيبك أو من بيتك بشيء من الحب في فعل الخير؟ إذن هذا تطوع منك، لست مطالبا إلا في الزكاة، الزكاة المعروفة، زكاة المال، زكاة كذا إلى آخره، على التفصيل الذي عند العلماء والفقهاء. لكن الصدقة هذه تطوع لك، يعني تحدثت عن أنك تتطوع لذاتك، تتطوع، قد تشرك في هذا الأجر التطوع والديك، زوجتك، أولادك، أقاربك، أخوانك، أخواتك، وهذا لك لأن فضل الله عظيم. يعني الأنانية هنا غير واردة، الله إحنا عندنا دعوة دعاء، يعني نقول اللهم اجعل ثواب وجره لي. طيب والوالدي ممكن، زوجتك يلا، أولادك ماشي، بس أنا بها لي أنا، كأن الله سبحانه وتعالى بيحسبها، فإذا يعني أشركت والديك خصم منها سبحانه وتعالى، زوجتك خصم منها، لا بشرك أنها ستزيد، كل ما أشركت زادت لك ولهم. وبالتالي فالتطوع مقرون بالصدقة، تمام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع فإن الله شاكر عليم. هذا الذي شوي بعض السامعين من المعتبرين قال هذا ما هو، هذا ليس تطوعا، إذا ما هو؟ صلاة التطوع، صدقة التطوع، يعني كل شيء اسمه تطوع، حتى حج التطوع، سعي التطوع، طواف التطوع، كل هذه تطوع، لأنك أنت ملزم في أشياء
ولست ملزما في أشياء. ما أنت غير ملزم فيه وتعمله يدخل في مفهوم التطوع، وإن عاد عليك أنت شخصيا. ومن ثم فلا بد أن نربط بين التطوع والصدقة، أن ما تقوم به حتى في أي مجال اقرنه هنا بأنه صدقة ستثاب عليها. ولذلك أرجع وأقول إن التطوع له مقابل، ليس ماديا لكنه ليس عملا مجانيا، تمام؟ الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. خالد يناظر الساعة. العمل طبعا أي هذه نقطة برضو مهمة سآتي إلى، أيضا لن أترك إن شاء الله التطوع. إخوتي أخواتي، أرجو أن يبتعد كثيرا جدا عن الوجاهة، لا وجاهة في العمل التطوعي. يعني في بعض البيئات التي لا تقرن التطوع كما ذكرت بالصدقة ولا تحاول تقرنه بالآخرة، لها أسبابها في التطوع، أو لها أسبابها في التطوع. من الأسباب الوجاهة، إنه هذا الشخص يعمل تطوعا ليكون يعني أو يكتسب وجاهة في عمله، فيذكر في المجالس ويذكر مثلا في يعني وسائل التواصل وإلى آخره. هذه الوجاهة قد تفسد ما وراء التطوع. أنا أقول قد، أنا لا أفتي ولا الحقيقة، لكني أقول أنها قد تفسد، لأن حظوظ النفس عندما تدخل في أي عمل قد تؤثر فيه على الأقل، يعني ها تجعله يترجرج. وبالتالي فلا مجال للوجاهات في العمل التطوعي. لكن أن يأتيك خطاب شكر وأن تذكر من خلفك أنك كذا كذا، هذا شيء نحن فطريا نأنس به. لكن أرجوك، ما جئت أنا لأن أكتسب وجاهة في عمل من الأعمال الخيرية وأذكر عند قومي وإلى آخره. ولذلك بعض مجالس الإدارات الجمعيات الخيرية، بعض المجالس بعض دقيقة بعض الأشخاص في بعض المجالس في بعض الجمعيات الخيرية مؤكد أنهم جايين أتوا للوجاهة، حتى يقال أنه عضو في الجمعية الخيرية وتصير توضع في السيرة الذاتية. إنما الأعمال بالنيات، ستوضع في السيرة الذاتية لكن لا تجعلها هي الهدف الذي يعني تنخرط في التطوع فيه. التطوع أيضا الذي له علاقة بالجمهور، ونبهني عن الوقت لو سمحت. التطوع الذي له علاقة بالجمهور، وهذه أيضا قضية قريبة جدا من الوجاهة في الخروج من هذا المأزق. إخواني أخواتي، فيه ناس عندهم حدة في تعاملهم مع كل شيء، مع ظلاله. الظلال أحيانا يدوس عليه لأنه حم قدامه ماشي ظلاله، ولا وراه يدوس وراه يا أخي وخر عني ظلالك هذا. من الحدة التي فيه، التي تصل أحيانا إلى حد الحمق. الذي عنده حدة في طبعه النفساني لا يصلح أن يتعامل مع الجمهور. ومن ثم أنا أوصي بألا يعمل متطوعا إذا كان لا يستطيع أن يضبط نفسه في التعامل مع الجمهور. وهذه موجودة عند بعض الناس في الجينات، قد أقول قد يمكن أن يتغلب على قدر منها لكنها باقية فيه، وهذا أمر الله، هذا أمر الله. الثقافة يعني شوي، الوعي شوي إلى آخره، لكنه يظل يعني في حدة. يمكن أن يعمل متطوعا من وراء الكواليس كما يقال، في أعمال يقوم بها بمفرده، الباب غير مغلق، لكن يعني في تصور في جمعية خيرية شخص ماسك يعني توزيع مواد غذائية، وجاء البرد وجت البطانيات فصار يوزع، والناس تجي تتقاطر عليه فيحتد ويسيء إلى الناس، وقد يخرج منه كلام، هذا الكلام يتحول إلى منة، والمنة غير مطلوبة في
العمل التطوعي وليست مطلوبة فيه ها لا الأذى ولا المنة، مطلوبة في أي عمل خيري تطوعي إلى آخره. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه عندما يقول يا أخواني ترى أنا ودي التطوع، والله إنه بخاطري أن أتطوع، أبي الأجر وأبي أخدم وأبي أقضي الوقت وأبي إلى آخره، يعني دوافع التطوع، لكني والله ما أستطيع أتعامل مع الجمهور، أنا رجل في حدة. مجرد الاعتراف هذا فضيلة، فيعطى عملا يعني منعزلا عن الجمهور. الإعلام موجود مطلوب، مطلوب الإعلام مطلوب دائما في التطوع، لكن الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، وهي بالنوايا. الضغط الضخ الإعلامي الشديد قد الحقيقة يعني يؤثر على مفهوم التطوع. دائما لابد من النشر، لابد من الإعلان بالنون، فما بالك بالإعلام بالميم. لكنه على قدر ما تعرف به هذه المنشأة التطوعية، ليس بأننا نقضي وقتا وجهدا ومالا من أموال المتبرعين في البعد الإعلامي. فهذه يعني في الإحساس كذلك، ومن ثم يعني السلاح ذو حدين كما يقال. الآن في رؤية المملكة العربية السعودية جاء ورد في الصفحة 60 تقريبا من الطبعة الموسعة شوي، إنه تعنى المملكة العربية السعودية بالتطوع، موجود منصوص عليه في الرؤية، وإنه الهدف إن شاء الله يعني المؤمل هو وصول المتطوعين إلى 100 أي إلى مليون. أنا شخصية متفائل أنه سيصل إلى 2 مليون دون مبالغة، لأسباب كثيرة جدا، منها الوعي بمفهوم التطوع، منها أيضا أن الرؤية ركزت عليه على التطوع، منها أيضا أن الناس الرغبة فيهم، لكن يحتاجون إلى شيء منظم، والمملكة العربية السعودية اليوم تعمل على نظام للتطوع، يدرس الآن في اللجان التنظيمية يقال، وإن شاء الله أننا ننتظره، وبالتالي 1 مليون قليلة جدا، تمام. والعدد أنا ودي نتجنبه بحيث أننا نوجد نسبة. تقريبا عالميا 5% من سكان البلد يتطوعون، لكني مع مزيد من البحث وجدت أنه قد يصل إلى 20% من سكان البلد الخمس، 20% يتطوعون. وبأخذ مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية فيها الآن تقريبا 63 مليون متطوع، وعدد السكان 263 مليون نسمة، فلما يعني تحسب على هذه تطلع 19% إلى 20%، بمعنى وهذا يمكن رقم مبالغ فيه، لكن لما تفهم بيئة الولايات المتحدة الأمريكية وحثها على التطوع تجد أنه يعني معقول بالتنظيم كذلك، بالتسجيل، بالحوافز، يعني خمس، يعني 1 إلى 5 من سكان الولايات المتحدة الأمريكية متطوع. هذا كبير جدا، لكنه الحقيقة هو الواقع. فأملي أنا الذي آمل إليه إن شاء الله في الرؤية أنه يصل إلى 10% من سكان هذه البلاد المباركة المحروسة إن شاء الله، ومع العلم بأنه في هذه البلاد لا يركز على المواطن فقط، لكن المقيم له دوره الواضح في طبعا مجالات التنمية كلها، بما فيها المجال الخيري وبما فيه مجال التطوع، وهذه ليست مجاملة، هذا هو حقيقة واقعة. ومن ثم فما نكشف عن هويات المتطوعين ونقول لا أنت
وأنا أتجنب كلمة أجنبي. هو وافد، هو ضيف على هذا البلاد، يسهم في يعني نمائها، ثم يذهب في سبيله معززا مكرما، وهذا ما ينبغي أن يكون. التنظيم أيضا يتضايق منه كثير من الناس، تنظيم التطوع. في ناس كثير يتضايقون من تنظيم العمل الخيري كله، وهو هذا صادر عن حسن نية وحسن ظن بالنفس، وما علم هذا الأخ أو هذه الأخت أن هناك مثل ما قلت أنه يتجاوز. بعض الناس يتجاوز، بعض الناس له مآرب وهم قلة، لكن يقولون في المثل أنه التفاح الواحدة الخربانة تفسد الكرتون كله أو الصندوق التفاح، فنشيل التفاح الخربانة هذه. هذا تنظيم، شيلة التفاح الخربانة فيه تنظيم، فيه حس تنظيمي بسيط وسريع وعفوي وتلقائي، لكن فيه حس تنظيم. لو جاء واحد وقال خلوها يا أخي ما راح تأثر، ما يدريك إلا تبي تأثر وتخرب علينا التفاح كله ونروح نقعد يا حسرة بدون تفاح. ومن ثم فالتنظيم ضروري، الذي لابد أن يكون مقصده مصالح الناس، ليس المقصد التعقيد، وليس المقصد الحد من الأداء التطوعي، وليس المقصد الحقيقة من الخوف الزائد عن اللزوم، لا. لأنه في قاعدة أصولية جميلة رائعة تقول إنه مقاصد الأحكام مصالح الأنام. مقاصد الأحكام، الأحكام هي التنظيمات في الشرع، نسميه حكم شرعي، نظام، قانون، لابد أن يكون مقصده مصلحة الأنام. ومصلحة الأنام أحيانا تقتضي، ربما أحيانا، أنك تخرج على النظام إذا رأيت أنه مصلحة الأنام، مصلحة البشر، مصلحة المواطن، مصلحة المقيم تقتضي أنك تخرج بنيتك، ليس تمردا وليس عصيانا وليس مخالفة، وإنما اقتضى الوضع أنك تخرج على النظام. الخروج على النظام كيف؟ طبعا يعني صعب شوي، لكني أعطيكم مثلا، ليس له علاقة بالتطوع، لكني كنت وكيل كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام، وإذا جت الاختبارات يعني تجندنا، وصار عندنا هم ولجان ومدري شلون وإلى آخره، وإذا يعني دخل وقت الامتحان لا يدخل ولا طالب نظام، إذا وزعت أوراق الإجابة لا يدخل ولا طالب، وإذا وزعت أوراق الأسئلة لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا وكيل وكنت مسؤول عن يعني المدير في عملي الله يذكره بالخير. فبعد ربع ساعة جاء طالب فحم، تدري وش معنى فحم؟ عجل يعني، ومرتبك وحالته حاله، ربع ساعة وبدأوا الشباب يجاوبون وبدأوا إلى آخره، هذه فرصتي أنا، ها، وطبق سلطتي وما يجوز والنظام لا وراك مدري شلون. لما رأيته بهذه الصورة وجاب والده معه قلت تفضل القاعة على طول. أنا لا أثني على نفسي، لكن بس أضرب مثل في الخروج أحيانا على النظام، بما أنه فيه مصلحة، وإن كانت مصلحة فردية لكن ليس لي منها غرض أبدا والله، تفضل القاعة. مولمين كلام يعني، جاهزين كلام واعتذارات، واليد فيها يمكن شحم مش اسمه ذا بنشر إلى آخره، تفضل القاعة. قلت لوالده انتظر شوي يعني، انتظرني لو سمحت، ورحت لحقت الطالب. ولا أثني على نفسي، أرجوكم لا تأخذونا من هذا. فدخلت على الأخ المراقب زميل، قلت له رجائي خلوه يجلس دقيقتين ثلاث دقائق، عطوه ماء خلوه يشرب وريحوه، وبعدين عطوه ورقة الإجابة، وبعدين عطوه ورقة الأسئلة، لأني توقعت أنه المراقب سيطبق النظام، ومن حقه أن يطبق النظام، ومن حق رئيسي هو العميد الكلية، لو علم أخرجه وعاتبني، من فضل الله أنه ما علم زين، ولو علم الآن عاتبني، بس الحمد لله ما لا تعلمون، تمام. هذا خروج أحيانا على التنظيم أو النظام، لأنك رأيت فيه أنت اجتهادا منك أنه لا يصب في مصلحة الأنام البشر، وبالتالي أي
يعني تنظيم للتطوع للجمعيات الخيرية لابد أن يراعي هذه الناحية، وهو أيضا لابد أن يذكر على أنه للمصلحة ويحترم ويقدر. لكن إذا جاء واحد رجائي وقال النظام ما يسمح، طبعا بيزعل علي لما أقول له تكفى الله يرحم والديك ورني النظام، أي فقرة من مادة من مواد النظام تمنع، لكن بما أنه ما عنده الرغبة ما عنده الاستعداد يرميها على النظام فيسيء إلى النظام، فأصبحت كلمة النظام مصطلح يعني بين قوسين غير مرغوب فيه، وهذا غير طبيعي. الأصل طبعا في النظام والتنظيم أنه أيضا المتوقع والمنتظر إن شاء الله أن يبين حقوق المتطوع كما يبين واجبات المتطوع. وبعض الإخوة والأخوات الموجودين الآن يقول يمكن علي واجبات لأني أنا أقدمت، لكن ثق أن لك حقوقا وأنت تتطوع. من حقوقك أنك تدرب على ما تريد أن تتطوع فيه، من حقوقك أنك تحفز بالدعاء بخطاب شكر بلوحة شرف بكل هذه الأشياء وغيرها، وربما أحيانا مقابل مادي بسيط يرضي النفس، لكن أنا والله ما أجي تأخذ فلوس اعذروني، صحيح بس نرجوك خذها وبعدين يمكن تبرع بها لنا الله يكثر خيرك. هذه حقوق لا بد منها. واجباته ليس فقط أن يؤدي العمل المناط به، لكن من واجباته أيضا أن يحفظ سرية هذه المنشأة، ألا يتطاول عليها، ألا يختلط عمله بعمل الآخرين يصير فيه تداخل، ألا تقوم هناك يعني نوع من التشاحن داخل المنشأة بين المتطوعين، هذا عمل أحسن مني هذا عمل أفضل مني أعطوه خطاب شكر وأنا ما أعطوني. يا أخي هذه فعلا حقوق لك، لكن اعرف أنه من واجبك أن تغض الطرف عنها، إن حصلت خير وبركة، ما حصلت أنت ما أقدمت ابتداء وأنت تريد هذه الأمور اللي تدخلك في تنافسية تؤثر على بيئة العمل نفسه، وقد تؤثر على طبعا الخدمات التي تقدمها. أنا أريد أن أتوقف هذه حتى إذا كان في أي أسئلة، وأنا ما أنظر للوقت الحقيقة، لكن خالد يعني نقطة أخيرة فقط وأنتهي، إنه أشرت إليها في البداية أن العمل التطوعي عمل خيري مقرون بالصدقة، تمام، مع الضوابط ومع مع إلى آخره. لا بد أن نؤكد دائما على أنه عمل تكاملي مع القطاعين الآخرين، القطاع الحكومي والقطاع التجاري الأهلي أو الخاص. العمل التطوعي ضمن العمل الخيري لا يدخل منافسا أبدا ولا يقوى، لا يستطيع. الحكومة هي القوية دائما في كل الدنيا، ومن ثم فلا ندخل نحن منافسين للحكومة، والمنافسة قد تأتي أحيانا بعبارات هذه ما تقدر عليها الحكومة، هذه نحن اللي نقدر عليها أو نستطيعها، هذه ما أدري شلون الحكومة فيها الحكومة إلى آخره. من هذا الطرح أنا أعتبره بصدق يعني طرح سريع ورخيص وغير محيط بالظروف التي تمر بها أي حكومة. ومن ثم فلا بد أن نرسخ إخوتي أخواتي العلاقة التكاملية دائما في أي عمل مشترك، وهذا من الأعمال المشتركة في البيت اللي بتزوجون واللي بتزوجنا إن شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى لهم ولهم الصالحين والصالحات من عباده، العلاقة تكاملية لازم هذه الكلمة تكون في أذهاننا دائما، العلاقة في تصريف البيت فقط البيت علاقة تكاملية مع الأولاد مع الموجودين في البيت مع مع إلى آخره، لا تتضارب الآراء يعني. وأنا بخرج عن النص، لكن لما يجي الأولاد يقول يا أبوي أبي شيء، فتقول له لا ما هو بالحين، يروح لأمه يقول أبي شيء، قلت حاضر بشر، طيب أنا يا بنت الحلال قلت لا، قلت والله ما دريت إنك قلت لا،
صح؟ هذه بسيطة جدا، لكنها لا قدر الله تسوي نوع من الربكة في البيت، أو العكس، الأم تقول لا ما في حاجة إلا بعد ما تتغدى، بعد ما تذاكر، بعد إلى آخره، يروح للوالد ها تبي خصد بس. هذه الحقيقة يعني أرجو أن تكون العلاقة التكاملية بمفهوم واسع جدا، بحيث تنطلق مثل ما قلنا في البيت، في الحي، في المجتمع، في وبين القطاعات الثلاثة الرئيسية في كل دولة في العالم: القطاع الحكومي، والقطاع التجاري أو الأهلي، والقطاع الخيري. شكرا لكم جميعا، شكرا لكم جميعا أيتها الأخوات. أرجو أن أكون قدمت شيء بسيط جدا عن هذا المفهوم في ضوء اليوم العالمي للتطوع الذي هو اليوم أو غدا إن شاء الله. ثم أيضا أنا أهني هذه البلاد بالاحتفاء ببيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يسدده ويعينه ويوفقه هو ولي عهده لمصلحة هذا البلاد وكل البلاد والعباد وكل العباد. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر معالي الدكتور على هذه الكلمات الضافية والمهمة، والتي أشار فيها إلى أهمية هذا الموضوع وحيويته وربطه برؤية المملكة 2030، كما أكد معالي على أهمية وضرورة وإيجاد نظام للعمل التطوعي، وأشار إلى أن من أهداف هذا النظام قطع الطريق على بعض العناصر التي قد يكون هدفها الإضرار بهذه القيمة النبيلة، كما أكد معالي على أن التطوع لا يقتصر على الجهود البدنية بل يشمل الجهود الذهنية والاستشارية، كما أشار معاليه إلى أن التطوع لا يقتصر على تقديم الأعمال المجانية، كما لا يقتصر أيضا على الأعمال غير الرسمية بل يشمل الأعمال الرسمية والتجارية إذا زاد الموظف من الواجب عليه. ثم أشار في ثنايا حديثه إلى أن من أبرز شروط العمل التطوعي هو الإخلاص وفعل الصواب أو الاتباع، ثم قال أو ذكر معاليه أن العمل التطوعي ليس مجالا للوجاهة الاجتماعية أو الحظوظ الشخصية أو طلبا للثناء أو الشهرة. ثم أشار معاليه إلى أن التطوع مرتبط بالجمهور، فيحتاج المتطوع إلى سمات شخصية وحالة نفسية لاحتواء التعامل مع الجماعة. نكرر الشكر لمعالي هذه الكلمات الضافية، وهذه بعض الأسئلة التي قد تفتح بعض المجالات الأخرى من زوايا هذا الموضوع. السؤال الأول معاليكم يقول: نسمع اليوم عن بعض المصطلحات كالريادة الاجتماعية والاستثمار الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية، فما علاقة هذه المصطلحات بالعمل التطوعي؟ شكرا لك على السؤال. نحن الآن نعيش زمان الإبداع في المصطلحات، فيه إبداع أخوتي أخواتي في المصطلحات، لكن المؤدى هو المؤدى، لكن غيرنا من المصطلح فقط لا غير. ومن ثم فقضية المبادرات قضية يعني تعرفون إدارية تخضع لمقاييس في الخطة، في الخطط الاستراتيجية وما إلى ذلك، وكلها تصب في النهاية في أنك يعني تبدع أو تبادر أو إلى آخره في العمل الذي يعني تريد أن تقوم فيه، إذا كنت فهمت السؤال على ما فهمته، وهو في المجال، نحن في مجال التطوع، إنه التطوع فيه إبداع، التطوع فيه مبادرات، التطوع فيه يعني مصطلحات حديثة، لكنها في النهاية المؤدى الأداء هو في النهاية خدمة تقدمها إما لنفسك كما ذكرت لكم أو لغيرك، وكلمة غيرك هذه اسحبها على كل ما يستطيع أن يذهب إليه ذهنك من المخدومين والمخدومات، حتى أحيانا أنك تخدم البيئة نفسها، تخدم الحيوان نفسه، وتعرفون يعني قضية التراث وقضية الأوقاف وقضية إلى آخره في 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 مسائل الخدمات التي تقدم للمجتمع والبيئة والحيوان وإلى آخره. أما عليكم، ما هي الخطوة الأولى نحو التطوع وكيف أبدأ، لا سيما في بعض المجتمعات والبيئات التي تعودت على الأنانية وعدم الإقدام؟ شكرا على هذا السؤال، فيه مباراة
في إحدى دول الخليج لعلكم رأيتوها. الحكم ما كان حكما مسلما، لما بدأ المؤذن أوقف المباراة. هذا شيء يعني يشكر عليه ويقدر. فالصوت هذا صوت يعني مقدس دائما، الحمد لله رب العالمين. أول مؤهلات من يرغب في التطوع هو الإرادة، أن عنده إرادة وعنده الرغبة وعنده الهدف. ماذا تريد من تطوعك؟ تحقيق الذات ممتاز، قمة الهرم في الاحتياجات البشرية الإنسانية. المهم يكون فيه إرادة، فيه طبعا رغبة، وفيه نوع من الهدف. هذه ثلاث نقاط فقط لن أتوسع فيها وفي غيرها. قد يكون هناك أيضا أمور أخرى تأتي في عملية إيش؟ الصبر والتحمل وعلم ما تريد أن تقوم به والرفق. ذكرت لكم اللي عنده حدة رجاء يعني شكرا، جزاك الله خير وكثر الله خير. هذه من السمات من المواصفات، لكن من ما أول النقاط هي ما ذكرت لك. نعم. مرة أخرى نيابة عن منسوبي الجامعة السعودية الإلكترونية، وكلاء وعمداء وموظفين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وطالبات جميعا، شكرنا وتقديرنا وترحيبنا أيضا بوجودكم اليوم. قدمتم نموذج للعمل التطوعي بوجودكم اليوم بالرغم من مشاغلكم في هذه الجامعة. حقيقة لعلي اليوم أستغل هذا الجانب أن أتحدث أنه الجامعة مؤخرا من فضل الله عز وجل أقرت السجل المهاري للطلاب، وهذا السجل المهاري يفتقد، ربما هذا استكمال لحديثي معك قبل قليل، أنه من يخرج من الجامعة هناك بعض المهارات التي يحتاج أن يتسلح بها، ليست فقط مهارات سوق العمل إنما أيضا المشاركة المجتمعية، وهي أحد ستة أهداف مهمة للحياة، مثلها مثل الوظيفة، ومثلها مثل الزواج، ومثلها مثل إكمال الدراسة بعد ذلك وغيرها. فتسعى الجامعة من خلاله، من خلال هذا السجل المهاري، أن تقدم لطلاب الجامعة مجموعة من المهارات المهمة ومن ضمنها المشاركة المجتمعية. ولعل التطوع إن شاء الله سيحظى بفرصة مهمة جدا داخل هذا السجل المهاري، بحيث أنه يرتبط أيضا بالمقررات الدراسية. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، ولعلي أطرق بابا آخر من باب التطوع اليوم في مجتمعاتنا، أنا سأنطلق من هدي السلف الصالح. لو استذكرنا جميعا قصة عمر بن الخطاب وأبو بكر، عندما لحق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأبي بكر تبعه يعني ينظر إلى أين، فوجده يتجه إلى امرأة ينظف بيكنس بيتها ويطبخ ويعد لها طعامه، وبعد ذلك يغادر أبو بكر. حقيقة أنا أجد في هذا اليوم أن عندنا فئة لا أستطيع أن أقول أنها منسية بقدر ما هي قليلة الاهتمام عليها، وهي فئة كبار السن. اليوم كبار السن وبالذات من يبدأ تعوقه أقدامه عن الحركة أو حتى عن التعبير أو يصاب بالزهايمر أو غيره، حقيقة الأسر لا تعرف كيف تتعامل معهم. فجأة الأب أو الأم يصاب بهذا ولا يستطيع، ولا يوجد، مع احترامي للتخصصات الصحية، لا يوجد اليوم تخصصات صحية تخدم هذه النوعية، لأنه هو لا يحتاج ممرض بالمعنى التمريض ولا يحتاج طبيب، إنما يحتاج رعاية معينة. والأسرة يجدون صعوبة في هذا. أتمنى حقيقي يعني أن لعلي أيضا لاحقا يكون لي مع الزملاء في كلية العلوم الصحية حديث حول هذا الموضوع، أنه ربما نطلق مبادرة داخل الجامعة، ربما يكون هناك شيء أو جمعية أو شيء يعني يخص
يقدم من خلاله برنامج لكبار السن لندرب طلابنا وطالباتنا وخريجينا على أن يكون لهم دور في العمل التطوعي في خدمة كبار السن، في مساعدة من يعمل مع كبار السن. وهذا الأمر حقيقة أنا مررت بهذه التجربة عدة سنوات وأشعر بمعاناة من يعني عمل في هذا الجانب. أتمنى أن يكون من له دور في العمل التطوعي أن يضغط هذا الجرس كل ما وجد له فرصة، أن هناك من كبار السن من خدموا هذه البلاد لسنين طويلة جدا يجب أن نوجه لهم اهتمام حقيقة. شكرا لك معالي الدكتور، حياكم الله. شكرا لك. أنا أذكر الطلاب بالذات والطالبات على موقف في اليابان صورته الكاميرات الشوارع، 3 طلاب سعوديين مبتعثين لليابان، لعلكم تذكرون المشهد، مؤثر جدا. وفيه رجل كبير في السن معه أغراض مشتريها، فيريد أن يقطع الشارع، فأذن له بالإشارة الخضراء يقطع الشارع لكنه بطيء في مشيه. جاء واحد من الشباب 3 وأخذ أغراضه بيده، والاثنين الباقين عضوا دوله، كل واحد مسكه مع جنب وصاروا يحاولون يقطع الشارع، كأن الوقت يعني أزف إلى أنه يتوقف والسيارات تبي تمشي. فواحد منهم شاله على كتفه وقطع به الشارع. هذا مشهد مؤثر إنسانيا غير طبيعي. فإذا عرف أن هؤلاء من هذا البلد، من بلد مسلم، هذه يسمونها من الدعوة الصامتة، دعوة صامتة، ما 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 قالوا شيء، فعلوا فعل. وهذا أيضا يقودني إلى ما ذكره أخي الدكتور إبراهيم مدير الجامعة، أنه أحيانا تكون فيه مواد بالمنهج في التطوع، ينطلق الطالب ويتطوع ويعطى شهادة من الجهة التي تطوع فيها أو لها، لكن لابد من عامل الثقة أحيانا يعني، طبعا ضروري. فالتطوع أحيانا حتى يزيد في المعدل، التطوع أحيانا حتى يكون قضاء لعقوبة فعل شيء فتطوع، يطلب منه يتطوع. يعني فيه الحقيقة مبادرات في هذا الأمر، والقضاة الآن يحاولون أن يجدوا بدائل، يسمونها بدائل للسجن، في أنه يقضي عقوبة، في أن يتطوع شهر شهرين 3، في أن يعمل عملا محددا وتنتهي المدة التي يعني فرضها عليه القاضي. فمن ثم هذا التطوع هو الحقيقة مدخل إنساني بشري، يطور بالمبادرات، يطور بالتنظيم، يطور بيعني شيء دلوني ماذا أفعل. أما أن يكون يعني مقصورا عند بعض الناس على المتقاعدين اللي بلغ 60 فما فوق، وعلى فكرة اللي يبلغ 60 تو يبدأ بنشاطه بالمناسبة، تعرفون يعني، لكن لا، هذا ليس مقصورا. الصغيرين يتطوعون في أنهم أحيانا يقودون كبار السن. إذا خرجنا من البيت وطلعنا لقينا هذه مرمية إماطة الأذى عن الطريق، صدقة. وأضعف شعب الإيمان أو أقل شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، فهو هي تطوع من عندك. فالشمولية في التطوع مطلوبة، ولذلك أرجو فعلا هذه المبادرة من الجامعة توفق إن شاء الله إلى أن ترسيخ مفهوم التطوع، ترسيخ مفهوم خدمة المجتمع. أنا بس بعطيكم تجربة، والحديث عن الذات صعب. أنا تعلمت التطوع في الابتدائي، جانا يوم ما أدري، ما كان في عندنا أسابيع شجرة ومساجد والمرور والأشياء، ما كان يعني ما كان. هذه في عام 82 هجري، ارجعوا تكفون وراء، 82 هجري وليس ميلادي. فاشتروا لنا عربات، العربة حقت اليبنون البنائين الخضراء، ومكانس، وذرعنا شرع الريل هنا جوا البلد من شرقه إلى غربه، كنسناه كامل، طلاب رابع ابتدائي وخامس ابتدائي، كنا في قمة النشوة ونكنس. ما أحد منا قال لا أنا ابن جلا وأنا ولد كذا وأنا فلان فلان، أنا اللي أكنس اللي أكنس لهذا، لا. وكانت بالنسبة لي علمتني نقطتين.
النقطة الأولى هي مفهوم التطوع اللي أمشي عليه، والمفهوم الثاني النظافة، علمونا ننظف الشارع فما بالك في أننا نكون ننظف بيوتنا. والشيء بالشيء يذكر، في شخص بنى مسجد في جدة في الأحياء الشمالية من جدة، والأحياء الشمالية من جدة أحياء حديثة ويعني شوي ما شاء الله تبارك الله، الله يهنيهم، بنى مسجد حول بيته وهو من الموسرين، فصار يأتي إلى المسجد وينظف المسجد بنفسه مع أنه يملك من الخير ما يجعله يأتي بجيش من المنظفين، بس بيده ينظف. قالوا يا فلان كيف تنظف هذا المسجد؟ كوش جلدي. تدري ايش معنى كوش جلدي؟ أصابتنا القشعريرة. قال لا أريد أن أسكن في بيت أنظف من بيت الله. موجود الرجل، أنا لا أحب أني أسكن في بيت أنظف من بيت الله. عمله هذا عمل تطوعي. وهكذا ذكر معاليكم ما يتعلق بنسبة التطوع في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يقول هل ثقافة العمل التطوعي عند المسلم تختلف عن غيره وهل هناك فروق؟ هو يعني ثقافة التطوع عند المسلم هي أنه يريد وجه الله والدار الآخرة، هذا أهم عامل في التطوع، ومن ثم المفروض أنه يكون محفزا، ثم تأتي بعد ذلك العوامل الأخرى اللي قد تكون شغل الوقت، وقد تكون يعني تحقيق الذات في الهرم، وقد تكون إلى آخره، كل العوامل الدنيوية تأتي ومطلوبة وليست الحقيقة يعني منسية، لكن أن تعمل لوجه الله والدار الآخرة تريد الثواب، والحسنات يذهبن السيئات، تسوي حسنة تروح عنك سيئة، صح؟ يعني الحسنة تطلع فوق والسيئة تنزل تحت. فإذا كنت أبنى الحسنة من أني أخذت هذا الأذى من الطريق، أو عملت تطوع للبيئة أو للمجتمع أو لأي شيء إخواني، لا يستصغر الواحد منا أن يعمل، فأنت تحس أنه إن شاء الله حسبت لك ونزلت عنك سيئات، محت دليت، ثم أيضا العوامل الأخرى اللي قلت لكم عليها، العوامل الدنيوية وهي مطلوبة. تقول لكوني زوجة وأم وطالبة في نفس الوقت، كيف أستطيع أن أوفق بين هذه الأعباء والمشاركة التطوعية؟ أختي الكريمة، أنا أعجب جدا 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 بالأم والزوجة والطالبة الطموحة، وأنا لا لست مستشارا الآن تربويا ولا إلى آخره، لكنني متيقن أن تنظيم الوقت نعمة من الله سبحانه وتعالى وله مردود كبير جدا جدا جدا، ولو تخلص الواحد منا من بعض الارتباطات التي تأتي على الهامش وأنجز بعض الأمور التي تناط به من أحيانا تكون من الواجبات، فما بالك بالتطوع، فسيعين الله سبحانه وتعالى في التوفيق بين هذه المهمات الثلاث الرئيسية، كونك زوجة وكون لديك أولاد أصلحهم الله وجعلهم قرة عين لك ولوالدهم، وكونك أيضا دارسة. ولدي نماذج أنا المتحدث إليكم كثيرة من هذا النوع من الطالبات الطموحات، فاتكلي على الله وستعانين بحوله تعالى. آخر السؤال الأخير، كيف نستثمر التطوع في تعزيز اللحمة الوطنية والانتماء للوطن؟ لا أخواني، هذا شيء يعني اللحمة الوطنية أمر أيضا لا بد أن نركز عليه كثيرا. هذا الوطن لا مزايدة عليه، وطنك أنت إذا كان بيننا إخوة ليسوا من هذه البلاد، وطنه ليس رخيصا عليه أبدا، ومن ثم في الأفصل فينا أن تكون عندنا هذه اللحمة. الإشكال أنه في وقت من الأوقات ظن بعض الناس أن الوطنية تتعارض مع الدين، وأنه يراد بها أن تحل محل الدين، وهذا فهم خاطئ جدا، لأن الوطنية تتوافق مع الدين بدون شك، وربما الدين يدعو إلى الوطنية. فمثل هذه الأعمال تزيد من السؤال، من المطلوب السؤال اللحمة الوطنية، لأنه يصير فيه نوع من التكاتف الاجتماعي، ويكون فيه نوع من التكافل الاجتماعي، وكل هذه مطلوبة، ونخدم بعضنا بعضا، ولا مزايدات إطلاقا،
إطلاقا. الجيران لما يوصى بالجار إلى الجار السابع له مدلول كبير جدا في اللحمة التي نتحدث عنها، ثم تتسع الدائرة إلى الحي، ثم إلى المدينة، ثم إلى المنطقة، ثم إلى البلد، ثم إلى بقية أرجاء الأرض. نظرة الإيجابية للدنيا وللعالم، وهذه ترى نعمة من الله سبحانه وتعالى. أنا أعلم وأنتم تعلمون وتعلمون أكثر مما أعلم أنه في مشاكل كثيرة في بلدان كثيرة، لكن علينا بالدعاء وألا يرخص علينا ترخص علينا بلادنا أيا كانت هذه البلاد، وهي ولله الحمد ما جارت علينا، لكن ما مالك في بعض البلدان التي جارت على أولادها أو بناتها، وما جارت البلدان وإنما جار القائمون على تلك البلدان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يثبت فينا هذا المفهوم في التكافل الاجتماعي، في التكاتف الاجتماعي، في تنمية اللحمة الوطنية. أنا بصحح معلومة فقط، لما ذكرت سكان الولايات المتحدة هم 320 وأنا قلت أظن 230 عكست هذه، لكن هذه مهمة جدا. بقي شيء تبي تخدم؟ طيب قبل ما أختم بس عندي نقاط كنت مسجلها في الدوافع لعل إن شاء الله تفيد يعني، وأقرأها عليكم قراءة. من دوافع التطوع مثل ما سأل أحد الأخوة قبل قليل ذكر الوازع الديني الأول، هو الأول. ولما أتحدث عن الوازع الديني ليس بالضرورة الوازع الديني عند المسلمين فقط، لا، اليهود والنصارى وأهل الكتب السماوية وما بقي منهم إلا اليهود والنصارى عندهم وازع ديني في هذا المجال التطوع، والأمة الآخرين عندهم وازعهم الديني الانتمائي وليس بالضرورة الديني المنزل يعني في كتاب مقدس. الإيثار وحب الإيثار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا من الدوافع. بعطي أنكر ذاتي إلى آخره، تحسين مستوى المعيشة للمجتمع وليس للفرد المتطوع، هو يحسن من قيمة المجتمع. التعلم واكتساب خبرات ومهارات من خلال التطوع، شغل وقت الفراغ، وهذا هو المشهور بين الناس كلهم. هناك أسباب يعني اجتماعية أخرى، المتقاعد أحيانا يعني يخرج من البيت لئلا يؤذي نفسه ويؤذي أهل البيت، في وجوده أنه بدون شغل وش أسوي، أعطونا قهوة، أعطونا شاهي، وراء الكاس انكسر، وراء البيال ذا، وراء الباب صفق يعني صفق، تمام. ومن ثم فهذه من الأسباب الاجتماعية الأخرى. وأخيرا التطوع يوفر على الحكومة مليارات، ترى هذا بعد مادي اقتصادي قد لا يلتفت إليه، سيوفر على الحكومة. أي حكومة تتبنى مفهوم التطوع وتنظمه وترتبه يعني سوف يوفر على الحكومة والبلد عموما، والحكومة تعمل من أجل البلد المليارات. لما ذكرت أن الولايات المتحدة الأمريكية تطوع فيها 63 مليون فرد بين ذكور وإناث ويشكلون حوالي 20%، هؤلاء يوفرون على الولايات المتحدة الأمريكية 193 مليار سنويا. أنا أقصد المبلغ والرقم 193 مليار سنويا. فالتطوع له يعني ما شاء الله تبارك الله مجالات وفوائد على الفرد وعلى المجتمع. وفي النهاية شكرا لكم جميعا على صبركم وتحملكم. أشكر سعادة الدكتور مدير الجامعة بالنيابة الدكتور إبراهيم المعيقل وزملائه الوكلاء والطلاب الأحباب والأخوات أيضا، كلكم لكم الشكر، تحملتموني لعلي قدمت شيئا فيه فائدة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
نكرر الشكر لمعالي الدكتور علي بن إبراهيم النملة هذه الزيارة الغالية وهذه الكلمات الضافية، كما نكرر الشكر لكم جميعا على حضوركم، وأيضا الشكر في قسم الطالبات على حضور جمعيات أو ممثلين من جمعيات النفع العام بمناسبة اليوم العالمي للعمل التطوعي الموافق 5 ديسمبر في كل عام. وفي الختام نستأذن معالي في تقديم هدية يسيرة يقدمها سعادة مدير الجامعة السعودية الإلكترونية بهذه المناسبة.